الوزارة انت الشباب سوت إعلان للجمهور يوم واحد وعشرين النسخة على ستة وعشرين هن الإيد الوطني للشباب اللي بكون من يوم 22 وعشرين إلى يوم خمسة وعشرين نوفمبر في بلا. عاصمة هنا إقليم مامايوكي بي الغربية وعلى حسب الإعلان بخط لجنة تنظيمية هنا الاحتفال ده اللي كان اختاروه السنة يكون في مدينة بالا وده كثير من الشباب التشاديين قادم بيستعدوا للاحتفال باليوم الوطني للشباب ده في صالهم وعلى حسب الوزير هنا الشباب في الاحتفال ده ببقى فوقه كثير من النشاطات البتخص الشباب التشاديين ولا مركز الدراسات ولا أبحاث في الحكومة والصناعات والاستراتيجيات التنمية المستدامة ومنظمة الأكسفام نظم واحد ورشة عمل أمل يوم الثلاثاء في العاصمة الجميلة ورشة دي ليسو فوق شبكة الشباب الشباب والأوين الناشطين اللي خبرة وقادين بأسر في تعزيز الساحة المدنية والمواطنة والمشاركة الورشة التدريبية دي نظموها في إطارها المشروع تقوية الأدلة في أمليا التوية والمواطنة لفيدها هنا السياسة الشعبية اللي العلاقة علاقة بين قصينها المساواة في الساحل والهدف منها كمان هي دور يقوي الأمل بين المنظمات النسائية والشبابية اللي قادم بأسره بزيادة في تعزيز المواطنة وكل الممثل هنا سرجيت ساميال قال المشاركة في النشاطات انت الشباب والنساء ده بتنصب في عمليات صنع القرارات اللي بتأثر في الساحة المدنية انت تشاد والوزارة انت الافاق الاقتصادية والشراكة الدولية باتفاق مع المنسقة عن الشؤون الانسانية عن الامم المتحدة نظموا يوم واحد 21 نوفمبر 2023 في انجامينا وهذه ورشة ان امل للتخطيط الوطني السنوي الجديد لسنة 2024 الهدف منها هو تحليل وتطوير الخطة للإحتياجات الإنسانية والورشة دي جمعت كثير من الجهات القادة تخدم في مجال الإنساني في الأقاليم التي كان بتهدد كل المشاكل والصعوبات الإنسانية الرئيسية في المناطق الجادية وذلك يطعم فوقها الناس القادم بواجه الصعوبات وخاصة في مجال هنا التنمية والوزارة هنت المياه والصرف الصحي ووزارة هنت المالية والميزانية والحسابات الأمة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أوماس بنظمه من يوم 21 إلى يوم 22 نوفمبر 2023 ورشة تدريبية في موضوع التخطيط وشيلين القرارات لأشان يطور فوق الحسابات للعاملين هنا الخطاءات الخاصة هنا النظافة هو والصرف الصحي في تشاد عشان ده الأمين الأم هنا وزارة المياه والصرف الصحي صالح هجاز هجى ببداية هنت الأمل يوم 21 نوفمبر على حسب كلام وفي إطار هنا أيام هناك في ياوندي عاصمة الكاميرون الوزير هنا البنية التحتية دكتور صالح بشر قام بزيارة يوم واحد 21 نوفمبر 2023 في الشانتيه هنا للمقر نجات هناك في الكاميرون خدماتنا البونة ده مساحة تساوي 400 كيلومتر مربع وطول هجا كمان 42 في المئة وكل شانتية ده البونة هجا عند طابق أرضي وطابق آخر و واحدة جثة لقيوها مقطعة اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 في فوريه كلير هنا فرشة الجثة دي ما عند راس ولا أضانه وبالي رجلين ولا باقي هنا جثة كمان هزاقلو في فوريه كلير هنا فرشة